ازيكم يا شباب؟ النهارده هناخد الليسون 2 يونت 2. احنا ابتدينا الفيديو اللي فات نتكلم عن جزء فيزيكس اللي هو يونت 2، اتكلمنا عن حاجه اسمها الفورس اند موشن، اتكلمنا عرفنا ايه هي الفورس وازاي الفورس بتبقى. النهارده هنتكلم عن حاجه اسمها كومبايند فورس تو موشن، ايه هي الفورسز المصاحبه للموشن. اي جسم بيتحرك في فورسز بتاثر فيه، في فورسز هي اللي بتخليه يتحرك، مفيش حركه بدون فورس، مفيش جسم هيتحرك بدون فورس. يعني لو جسم مفيش فورس اثرت فيه مش هيحصل له تشينج، مش هيتحرك. يبقى كده اي جسم بيتحرك محتاج فورس، وفي فورسز مصاحبه للحركه. النهارده هنتكلم عن كومباين فورس تو. ايه هي الفورسز اللي بتبقى موجوده مع الموشن؟ في عندي نوعين من الفورس. في حاجة هدرسها حاجة اسمها force of inertia. ايه هي يا مستر الانرشيا؟ الانرشيا ان البادي يعمل يحافظ على الستيت بتاعته، يعني ان resist change يقاوم التغير، مش عايز يتغير. يعني الموفينج اوبجكت انت حطيته فورس عشان يقف، لا هو مش عايز يقف فبيكمل موفينج. ازاي؟ هنشوفها دلوقتي. الستاتيك اوبجكت عايز ريمين ستاتيك، خلاص. يبقى هنا الانرشيا هي ريزيست تشينج ان ستيت. في حاجه تانية كومبايند فورس تو موشن، حاجه اسمها الفريكشن فورس، قوة الاحتكاك، اتكلمنا عنها كتير قبل كده وانت اكيد عندك معلومات عنها من خمسه ابتدائي ومن المرحله الابتدائيه. اتكلمنا عن الفريكشن فورس. طيب نمسك واحده واحده ونبتدي نتكلم عن نمبر 1 اللي ايه الانرشيا بتاعتنا. ايه هي يا مستر الانرشيا؟ الانرشيا دي فورس اساسي فيها تعرف ان هي عباره عن ريزيست تشينج اتس فيز، ان البادي بيعمل ريزيست تشينج الفيز بتاعته. يعني اي جسم عايز يفضل زي ما هو. لو انت حضرتك راكب اتوبيس والاتوبيس وقف مره واحده او العربيه وقفت مره واحده، هل حضرتك هتقف؟ حصل العربيه حصل لها تشينج في الستيت، كانت موفينج بقت ستاتيك وقفت، هل انت هتقف معاها؟ لا انت مش هتقف، انت هتروح تكمل حركه لقدام، وده اللي بيخلينا نتخبط في الكرسي اللي قدامنا او في الحاجه اللي قدامنا لو الاتوبيس وقف مره واحده. ليه؟ لان جسمك بيرفض التشينج في الستيت وبيكمل الموفينج. يبقى هنا ان البادي بيكمل لقدام. تعال نقرا اللي مكتوب قدامنا. The passenger and the driver in a moving bus are rushed forward، يعني دفعوا للأمام. When the bus stopped suddenly، passenger and driver in a static bus are rushed backward. Once the bus started moving forward after it was at rest، يعني لو حضرتك راكب على عربية أو في حاجة مثلا أو موتوسيكل مثلا، واحد طلع بسرعة أنت ما بتطلعش معاه، بتندفع جسمك يندفع لورا. برضه لو عربية وقفت مرة واحدة جسمك بيندفع يكمل حركته للأمام. يعني حضرتك جسمك ماشي لقدام، العربية وقفت جسمك ما يوقفش، يكمل لقدام، وده اللي بيخلينا نتخبط في الكرسي اللي قدامنا. الحركة دي أو اللي بيزقك لقدام هنا إن جسمك بيرفض التشينج في الفيز، بيرفض التشينج في الستيت، إنه عايز يكمل موفينج. طب ما البادي وقف، مش هو رافض إنه يقف فبيكمل موفينج. طيب فوتبول بلاير راش فورورد and fall on the ground if he is trapped during running. كده هناخد الديفاين بتاع الانرشيا. انرشيا اتس ا بروبرتي اوف ان اوبجكت هاز تو ريزيست تشينج اوف اتس فيز. نقول تاني، بروبرتي يعني خاصيه، اوف ان اوبجكت هاز تو ريزيست ذا تشينج اوف اتس
فيس فروم ريست تو موشن with regular speed in straight line unless external force act on it. طب مثلا نشوف بيها الانرشيا دي دنيتها ماشيه ازاي ويعني ايه انرشيا وازاي بيحصل الكلام ده. تعال نشوف اكتيفيتي صغيره كده ممكن نعملها. هات سمول بوكس مكعب صغير كده وحطه على ايدك وفي طرقه طويله اجري وقف مره واحده. افرد راحت ايدك كده افرد ايدك وحط عليها المكعب واجري اجري اجري ووقف مره واحده. هتلاقي المكعب ابتدى يتحرك من عن ايدك. اول ما تقف هو هيرفض انه يقف. يبقى كاري سمول بلاستيك كاب on your hand or your palm and stretch your arm forward. Walk forward fast and suddenly stop at once. ايه الاوبزرفيشن بتاعنا؟ When you stop suddenly the plastic cubes move forward and fall on the ground. الconclusion بتاعنا When you stop suddenly the plastic cube move forward and fall on the ground. نشوف الـ activity تاني. Place a piece of construction paper on top of a glass cup and put a coin on it. Use your forefinger to deliver a quick hit to paper. حط كارت كده زي مثلا كارت بطاقة كارت كوتشينة على كوباية وحط عليه كوين. بصبعك بسرعة اضرب الكارت هوريزونتالي هتلاقي الكارت ابتدى يجري. الكوين مش هتجري مع الكارت. هتعمل ريزيست تشينج ان ستيت هترفض الموشن انها تحصل لها وهتفضل زي ما هي. الكارت هيمشي الكوين هتفضل متعلقة في الهواء. طبعا ديو تو افكت اوف جرافيتي هتقع جوه الايه الكوباية. يبقى الاوبزرفيشن بتاعتنا The paper will go away from the cup while the coin fall inside the cup. الconclusion بتاعنا Force of inertia make object resist the change of its rest state. طيب مستر دلوقتي احنا عايزين نشوف التكنولوجيكال ابلكيشن اللي بنعملها عشان الانرشيا. يعني الانرشيا دي ايه التكنولوجيكال ابلكيشن بتاعتها؟ حضرتك الانرشيا ممكن تخلي ان جسم الانسان يندفع لقدام. لو العربيه وقفت مره واحده يعني لو لا قدر الله في وقت حادثه او حاجه العربيه وقفت او حد فرمل الركاب بيندفعوا لقدام. طب احنا مش عايزينهم يندفعوا لقدام عشان ما يخبطوش في الازاز او يخبط في كرسي او يخبط في حاجه قدامه. عايزين حاجه تثبت جسمه. عشان كده عملنا اللي هو السيفتي بيلت او السيت بيلت اللي هو حزام الامان. Using the safety belt in car and planes which work on stopping the force of inertia to prevent car or plane passenger from being injured when sudden change in motion. طيب كده انا اتكلمت عن الانرشيا. هدخل اتكلم عن تاني حاجه النهارده هنتكلم عنها حاجه اسمها الفريكشن فورس. ايه الفريكشن فورس؟ خدنا حضرتك قبل كده ان الفريكشن فورس دي عباره عن فورس بتنشا من موشن between two solid objects. يعني الماشينز الكار الكار تاير مع الرود rubbing your hand together and generate heat energy. Friction force generate heat energy and make corrosion to moving part in machine. وده يعتبر من الاضرار بتاعه الفريكشن فورس. يبقى هنا when object moves through air or water it face frictional or resistance force which try to prevent its motion. طب ناخد ايه هو الديفاينينج بتاع الفريكشن؟ فريكشن when an object moves through air or water it face frictional or resistance force which try to prevent its. ايه فوائد الفريكشن؟ البنفيتس بتاعت الفريكشن. الفريكشن ليها فايدتين النهارده هتكلم عنهم. نمبر 1 it prevent feet from slipping on road during walking. الشوز اللي حضرتك لابسها لو ناعمة والطريق او البلاط او سيراميك هتلاقي حضرتك ممكن تتزحلق. عشان كده اللاعبين كرة القدم لازم الشوز بتاعتهم من تحت بيبقى فيها زي بروجيكشنز صغيرة كده زي
بادز صغيرة كده، بروزات صغيرة عشان تخلي الشوز ما يتزحلقوش وهم بيلعبوا أو بيجروا. يبقى نمبر 1 prevent feet from slipping on road during walking. It helps in start and stopping car motion. حضرتك فكرة الفرامل بتعتمد على الفريكشن. Due to the friction between brakes and car tires. طب مستر كده الفريكشن دي حاجة حلوة يبقى كده ملهاش أضرار. لا، الفريكشن برضو ليها أضرار. طيب نشوف إيه. طيب دلوقتي هتكلم عن الجزء بتاع إيه الهارمز اللي هي بتبقى بتاعت الفريكشن. زي ما الفريكشن ليه بنفيتس وليه حاجات مفيدة، ليه برضو هارمز. إيه الهارم بتاعته؟ إن بيعمل عبارة عن حاجة اسمها الهيت إنرجي. الهيت إنرجي اللي بتطلع من الجزء ده بتخلي الماشين تسخن، وطبعا سخونة الماشين هنا بتعمل دامج لأجزاء منها، فبالتالي بيكلف إن في جزء بيتغير وفي جزء بيحتاج يتصلح من الماشين، فهنا بيبقى في فقد ماني، في جزء فلوس هيتصرف. يبقى هنا it produces heat energy due to the friction between some parts of machine. This expand these part and affect their performance and tear out fast. طيب مش بس هنا الهيت انرجي دي جايه منين؟ احنا اخدنا قبل كده ان الانرجي ترانسفير فروم وان فورم تو انذر، يبقى هي جايه من الميكانيكال انرجي. طب يا مستر ما احنا الميكانيكال انرجي كنا عايزين نستخدمها في الماشين كلها. ما انت بتستخدم منها جزء وفي جزء بيضيع في شكل هيت انرجي، يبقى الهيت انرجي دي مش طاقه مفيده بالنسبه لنا، مش انرجي مفيده، دي انرجي ضايعه. يبقى هنا great loss of mechanical energy causes energy change into heat energy. يبقى مش كل الميكانيكال انرجي اللي بتطلعها الماشين انت بتستفاد منها، لا، في جزء من الميكانيكال انرجي بيتحول لهيت انرجي. نمبر 3 it causes the erosion of machine's part and damage them as well. طيب how to limit the friction force؟ ازاي تقلل من الفريكشن فورس؟ ما اقدرش امنعها بس اقدر اقللها. في طريقة مهمة جدا انتوا عارفينها واخدتوها قبل كده، حاجة اسمها lubricating and oiling اللي هو التشحيم والتزييت، اني احط شحم وزيت في العربية في الكار انجن، بنحط زيت عشان يعمل decrease او reduce the effect of friction between internal part of car engine. طب مستر لو الزيت ده خلص او مفيش زيت هيحصل مشكلة كبيرة والموتور هيبوظ، الكار انجن هنا هيبوظ. يبقى it reduces the friction between moving part of machine and prevent their erosion and reduce the waste of fuel. هنا حضرتك الاويلنج او اللوبريكيتنج بيعمل thin layer، طبقه رفيعه جدا بين الميكانيكال بارتس هنا، فبيقدر الطبقه دي بتمنع او بتغلف البارتس دي بحيث انها تقلل الفريكشن بينها او بين بعض. كده يا شباب الليسون ده هو ليسون صغير وحلو كده ولطيف جميل خلص. برضو ذاكروه، واللي محتاج حاجة يقدر يتواصل معنا في أي وقت، ونحن تحت أمركم بنقدر نرد عليكم عن طريق المدرسة، عن طريق أي وسيلة من وسائل التواصل.